السلام عليكم. اليوم غندير واحد التمرين بخصوص المتتاليات او دالة علاقتها بمتتالية. دونك خدينا الدالة دي اف المعرفة على موان زان بلس لانفيني اللي كتكتب على هذا الشكل. دونك السيد اف هو التمثيل الميدياني ديالها. غندرسو التغيرات. المهم غادي نحاول نديرو التحليلية ديال الدالة، ولكن من بعد غادي تربط لينا بواحد متتالية، يعني f دو x عوض هاد x، هادي غتولي x كواحد u n متتالية جديدة، يعني f دو u n غتكتب لينا على شكل u n بلس 1. دونك غادي نديرو واحد الدراسة ديال هاد الشكل هذا، ديال هاد المتتالية اللي كتكتب لينا على هاد الشكل. وديجا شفنا في الدرس أن كاينين دي كاركتيرستيك ديال هاد الإعجاب هذا، يعني ديال التقارب ديال هاد المتتالية اللي كتكتب لينا على هاد الشكل هذا، وكنعرفو النهاية ديالها او كنعرفوا التقارب ديالها. دونك الا كانت متقاربه ومتصله وداكشي شفنا، دونك فان النهايه ديالها هي حل المعادله اللي كتكتب لنا على شكل اف دو اكس كتساوي لنا اكس. كنشوفوا نجبدوا هذوك الحلول ديال اكس. دونك الحلول هما النهايه ديال هذيك المتتاليه، مفهوم؟ دونك دراسه عاديه، يعني غادي نحاول نخدموا معاها. يمكن لكم تحبسوا الفيديو وتجاوبوا على التمرين، ومن بعد تاخذوا شوفوا التصحيح. دونك نبداو بالتصحيح. السؤال الاول، دراسه التغيرات. كيف ما كنعرفوا بان دراسه التغيرات كيستلزم ليا او كيتطلب مني اني ندرس الاشتقاق، مفهوم؟ يعني خصني نشوف بان اف فين معروفه ليا بعدا، حيتاش انا خصني نعرف مجموعه التعريف، ولكن هما عطاوها ليا، قال لك سيدي بان اف راه معروفه في موان زان بلس انفيني. دونك ما عندي حتى شي اشكال. دونك خصني نعرف قابلية الاشتقاق هي الأولى. دونك خصني ناخد أن إف عندي قابلية الاشتقاق على المجال، على المجال ديال التعريف أو المجال اللي عطاوني هما. قابلية الاشتقاق على بلوس لانفيني موان زان، لأنها إف ممكن تكتب لي على شكل خارج ديال دالتين حدوديتين، اكس كاري بلس 3 راه قابلية للاشتقاق، و اكس بلس 1 راه قابلية للاشتقاق، مفهوم؟ دونك مجموع وخارج دوال قابلية للاشتقاق. هاد العبارة الشباب راها مهمة، كنهضر مع الدراري صحاب الباكالوريا اللي مقبلين على الامتحان الوطني. هاد العبارات مهمين، على الأقل كتكون عليها واحد. المهم كاين شي حاجة تما الا خليتيها غتخصك، يعني غتخصك في الباريم، يعني غتخصك في التنقيط، مفهوم؟ دونك اف قابلية للاشتقاق. ومنه اللي كنبدا مهما يكون اكس ينتمي الى المجال موان لانفيني موان زان بلس لانفيني، او ندير اكس اكبر او يساوي اكبر قطعة موان زان موان زان بلس لانفيني، او ندير مهما يكون اكس اكبر قطعة من ناقص واحد، مفهوم؟ نفس بحال f بريم دو اكس اش كتساوي ليا؟ نكتب الداله هي اكس كاري بلس 3 سيغ اكس بلس 1، مفهوم؟ هادي ندير ليها المشتقة ديالها تساوي ليا مشتقة ديال داله على داله. كيف ما كنعرفو دايره في نفس الاشتقاق f سيغ جي، المشتقة ديالها اللي هي جي كاري f بريم فوا جي موان، كنخلي اف وكنضربها في جي المشتقه ديالها، مفهوم؟ المشتقه ديال جي. هاد الاشتقاق، هاد الطريقه ديال الاشتقاق اللي غادي نستعملها انا. دونك جي هي اكس بلس 1 غنرفعها زي 2، الفوقانيه غندير ليها بريم المشتقه ديالها. شنو عندي فوق؟ اكس كاري اللي هي 2 اكس، 3 تعطيني 0، دونك مضروبه نخلي اللي في المقام هي اكس بلس 1 موان، نخلي اللي في البسط اللي هي اكس كاري بلس 3 ونضربها في المشتقة ديال التحتانية اللي هي عندي غير اكس، اكس كتعطيني واحد، فهم؟ دونك نمشي نحدد اكس بلس 1 مربع. دونك غنحاول ننشر هادشي باش نحاول نختزل. عندي 2 اكس فوا اكس هي 2 اكس كاري بلس 2 اكس موان اكس كاري موان 3، فهم؟ دونك كتعطيني اللي هي 2 اكس كاري موان 2 اكس كاري، او 2 اكس كاري موان اكس كاري سي اكس كاري
بلوس 2x موان 3 مفهوم سور x بلوس 1 او كاري. دونك هذه هي المشتقة f بريم دو x مفهوم. دونك خصنا نعرف الإشارة ديال هاد المشتقة هادي واش بوزيتيف ولا نيجاتيف على المجال موان زان بلوس لانفيني. وباش نعرف خصني نحدد f بريم دو x عندما كيساوي ليا زيرو، نحدد اكس اش كيساوي ليا باش من بعد هذا الجذر هذا اف بريم كتكون بوزيتيف وقبل منها كتكون نيجاتيف مفهوم. دونك مهما يكون اكس ينتمي الى موان زان بلوس لانفيني ندير نمشي نحسب اف بريم دو اكس اللي كتساوي ليا زيرو وكنحل هذه المعادله هذه. يكافي الا كان اف بريم كيساوي ليا زيرو، يكفي هذا اللي في البسط يكون كيساوي ليا زيرو، يعني يكفي هاد لابارتي الفوقانية اللي هي اكس كاري بلس دوز اكس موان تروا تكون كتساوي ليا زيرو، ياك هادشي يكافي. انا شنو كيبان ليا ديريكتومون ان لو ان هو حل هاد المعادلة هادي. الا عوضت بواحد هنا غيعطيني دو بلس ان سي تروا موان تروا سي زيرو، دونك اكس يساوي ديريكتومون اللي هو واحد. دونك واحد هو جذر لهاد المعادلة، وإلا كان جذر يعني حل يعني انا يمكن لي نعمل به مفهوم، يعني يمكن لي نعمل المهم ما نحتاج انا دابا هادي غير خدي نزيدها يعني بلا ما غاديش نحتاجها انا في هاد المشتقه. يعني ملي كنلقى جذر دونك نديرها بلوس، ملي كنلقى جذر او حل المعادله يعني كيتسمى انني هذا يمكن لي نفاكتوريزي به يعني نقدر نوضع. دونك كيف ما شفنا في السانكيام او في السنوات اللي داز اللي دازو ان ملي كتكون عندي واحد الحدوديه ا اكس كاري بلس بي اكس بلس سي كتساوي ليا زيرو كنمشي نحدد دلتا وكنمشي نحدد اكس 1 واكس 2. نفترض ان اكس 1 واكس 2 هما حلين، دونك هاد المعادله اللي كتكتبي على شكل اكس موان اكس 1 فاكتور اكس موان اكس 2 ياك اللي هي كتساوي ليا ديريكتومون زيرو. الا مشيت نشرت هاد العشب هذا غيعطيني ديريكتومون اللي هي الداله اللي او المعادله اللي كانت عندي من قبل. دونك نفس لا كونديسيون غادي نستعملها انا. دونك ما اكس هو جذر هذه المعادله او حل هذه المعادله، دونك اكس موان ز غادي نضربو فواحد الحدوديه او فواحد المعادله غيعطيني ديريكتومون هذه العجبه هذا دونك غيعطيني زيرو مفهوم. دونك يمكن لي انني نقسم هذه المعادله على هذه غنديروها هنا في الجنب. دابا هذه غير هذه زايده ماشي ما كناش عندي في ليكزيرسيس، هذه درتها غير برا. دونك القسمه الاقليديه كنقسم هاد اكس كاري بلس 2 اكس موان 3 ونقسم على اكس موان زان مفهوم. الا قسمت على اكس موان زان شنو فاش نضرب في هاد اكس موان زان تعطيني اكس كاري، خصني نحاول نتخلص من هاد اكس كاري نضرب في اكس. دونك اكس فوا اكس اللي هي اكس كاري، اكس فوا 1 سي موان اكس مفهوم. دونك كندخل هاد الموان، دونك ملي كنحط هاد العجب هذا كندير الموان، يعني اكس كاري موان اكس كاري سي زيرو، 2x موان موان سي بلوس يعني 2x بلوس x سي 3x ياك. هتنزل ليا 3 لتحت يعني غادي يبقى ليا 3x موان 3. هاد 3x موان 3 نقسم على x موان زان، منين غادي نقسمها شنو غادي شنو هو الفاكتور الكومون، يعني يكفي انني نضربها في 3 يعني بلوس 3. نضرب في 3 في x تعطيني هي 3x، 3 في ناقص 1 اللي هي ناقص 3 ياك الشباب. دونك 3x ناقص 3 دوك غندير الناقص هنايا، 3x ناقص 3x سي 0 ياك، ناقص 3x ناقص ناقص سي زائد يعني ناقص 3x او ناقص 3 زائد 3 اللي هي ديريكتومون 0. دونك هاني لقيت واحد الخارج ديال هذه القسمة الأقليدية اللي هو هذا، يعني هذه المعادلة كتساوي ليا اكس موان زان مضروبة في اكس بلس 1 اللي هي ديريكتومون يعني كيف ما قلنا بأن راه جذر لهذيك المعادلة اكس موان زان عامل لي اكس بلس 3 اللي كتساوي ليا ديريكتومون لهذه الفوق مفهوم. يعني يمكن لي نفاكتوريزي بها نكتبها بحال هذا الشكل مفهوم الشباب. دونك حنا ما عليناش دابا، هادي درناها غير في الواسع غير في الجنب باش نحاول نديرو تذكير وصافي. دونك كيف ما قلنا بان لقيت اف بريم دو اكس كتساوي ليا زيرو، لقيت الجذر اللي هو اكس كيساوي ليا واحد ياك. دونك من بعد هاد الافصول هذا لي اكس كيساوي ليا واحد من بعد منه
اف بريم راها بوزيتيف، وقبل من واحد راه اف بريم راها نيجاتيف. فوالا دونك عندي اصلا المثال شنو هو، مهما يكون اكس ينتمي الى موان زان بلس لانفيني، ياك اف بريم دو اكس كتساوي لي داك العجب، ياك معينا نعاودوها ماشي مشكل. هاي اكس كاري بلس 2 اكس موان 3 سيغ اكس موان زان لو تو كاري، ياك الشباب. دونك كيف ما قلنا اف بريم دو اكس كتساوي ليا زيرو ايكيفالون كو اكس ايكالا ان، ياك يعني اكس هو الافصول وحنا عندنا اكس ينتمي الى موان زان بلس لانفيني، يعني في النقطة واحد اف بريم دو اكس كيساوي ليا زيرو. وكيف ما كان المهم نشوفو دونك يعني غير تقسم لي هذا المجال على مجالين، يعني يولي غير اكس الا كان كينتمي ليا موان زان حتى لو ان، ياك و اكس ينتمي دونك مجالين و ان بلس لانفيني. يمكن ندخل هاد لو ان ما عنديش فيه مشكل، مفهوم؟ دونك في هاد المجالين اكس ينتمي الى موان زان ان و ان بلس لانفيني، كيف ما قلنا اذا كان من بعد الجذر او من بعد اف بريم دو اكس كتساوي ليا زيرو، من بعد منها اف بريم راه كتكون بوزيتيف، دونك اف بريم راه بوزيتيف هذا المجال هذا، وقبل هذا المجال هذا راه اف بريم كتكون نيجاتيف، مفهوم؟ يعني نكتب على هذا الشكل هذا. وكيف ما كنعرفوا في النقطه او في الافصول اللي اف بريم كتساوي ليا زيرو راه كتقبل مماسا افقيا، مماسا افقيا يعني الا كان دابا انا راه تناقصيه وتزايديه، يعني غيكون على هذا الشكل، يعني غتكون تناقصيه ومن بعد تزايديه على هذا الشكل، مفهوم الشباب؟ دونك بحال هذا الشكل هذا، يعني غير لا ريداكسيون، يعني مهما يكون اكس ينتمي الى موان زان ان امبليكو اف بريم راها نيجاتيف، ومهما يكون اكس ينتمي الى ان بلس لانفيني. هادي الشباب يمكن ندخلوها ياك بلس لانفيني، فان اف بريم راها بوزيتيف، مفهوم؟ ومن هم يمكن دابا نستخلص من جدول الاشاره، دونك جدول الاشاره اللي هو هذا اكس فلو ان او بالاحرى موان زان او ان او بلس لانفيني. دونك في هاد النقطه هادي اللي كتساوي ليا زيرو، قبل منها راه قلنا في هاد المجال اف بريم كتكون نيجاتيف ومن بعد كتكون بوزيتيف، مفهوم الشباب؟ دونك هادي هي اف، دونك التغيرات ديال اف متعلق بالاشاره، يعني كانت نيجاتيف اف راها تناقصيه، ومن بعد كان بلوس كتولي تزايديه، مفهوم الشباب؟ و اف دو ان كتساوي اف دو ان، مشينا نحسبها دونك كيف ما كنعرف اف عندي كتساوي اف دو اكس كاري بلوس 3 سور اكس بلوس 1، يعني سو كي امبليك هادشي دابا كنديروها في الوسخ، ولا يمكن نديرو ماشي مشكل، نمشي نحسب اف دو ان نعوض ان فيما بانت هي اكس نعوضها، يعني هي 3 سي 4 سور 2 سي 2، دونك في النقطة 2، دونك في النقطة ذات الإحداثيات 1 اف دو 1 1 اف دو 1 أو بالأحرى كتساوي لي هي 1 2، مفهوم؟ ها هو الأفصول ها الأرتب، ياك الشباب. دونك اف اف تقبل مماسا أفقيا، مماسا أفقيا، مفهوم؟ دونك هادو كنديرهم غير في الجنب باش نحاول أنني من نبغي نرسم نكون عارف الامور ديالي كيفاش غادي. ليميت نحسبها انا، دونك ليميت في موال لانفيني ديال اف دو اكس اش غتساوي ليا، كيف ما سوا في لانفيني بلس لانفيني سوا في موال لانفيني كنمشي ندير اكبر اس على اصغر اس، او اكبر اس على اكبر اس، يعني اللي هي ليميت في موال لانفيني ديال اكس كاري اللي هي الفوق على اكس كتساوي ليا، اللي هي ليميت في موال لانفيني ديال اكس، تختزل ليا اكس مع اكس تبقى ليا اكس، اللي هي ديريكتومون اللي هي ديريكتومون، ولكن دابا انا مولا فين راه عندي غير معرفه، مفهوم؟ سمحوا لي الشباب، دونك عندي ليميت غير في بلس لانفيني، ياك ديال اش ديال اف دو اكس كيف ما قلنا كتساوي لي هي ليميت في بلس لانفيني ديال اش ديال اكبر اس على اس على اكبر اس، كتساوي لي هي يعني ليميت في بلس لانفيني ديال اكس اللي هي ديريكتومون بلس لانفيني، مفهوم؟ يعني دابا يمشي يمكن نعوض في جدول التغيرات اللي هي ليميت في لانفيني كتعطيني بلس لانفيني. دونك ليميت موان زان، ليميت موان زان ديال اف دو اكس موان زان بلوس، يعني عند يمين موان زان، عند يمين موان زان يعني هي ليميت في موان زان بلوس
ديال اش ديال اكس كاري بلس 3 سور اكس موان 1 ايك الشباب او بلس 1 اسمحوا لي بلس 1 دونك الى عوضت بموان 1 غيعطيني في المقام 0 ولكن في الفوق الى عوضت بموان 1 غيعطيني موان 1 او كاري سي 1 سي بلس 3 سي 4 يعني واحد العدد على 0 يعني شكل محدد دونك في موان 1 بلس دونك عندنا ليميت في موان 1 بلس ديال اش ديال اكس بلس 1 اش غيعطيني موان 1 بلس 1 سي 0 ولكن 0 بلس ياك الشباب دونك والليميت الفوقانيه تعطيني سي 4 يعني ليميت في موان 1 ديال اكس كاري بلس 3 تعطيني اللي هي 4 ما عندي فيها حتى شي مشكل دونك عدد بوزيتيف على 0 او بلس او عدد على 0 كيعطيني لانفيني ياك ولكن مع هاد البلس هادي غتولي لي بلس لانفيني هادشي كيأكد لي انها غتكون بلس لانفيني دونك ليميت في موان 1 ديال اف دو اكس تعطيني بلس لانفيني مفهوم الشباب دونك تقريبا هذا هو جدول التغيرات ديال الداله اف دونك نمشيو للسؤال اللي من بعد اللي هو بين ان المستقيم ذو المعادله اي كيساوي اكس موان زا مقارب مائل دونك السؤال الثاني البرهان على ان المستقيم ذو المعادله اكس موان زا مقارب مائل كيف ما شفنا في الدرس اللي فات او في الفيديوهات اللي درنا من قبل باش دابا ملي كيقول لك بين بانه مقارب مائل ديريكتومون كنمشي ندير ليميت عندما يؤدي اكس الى بلس لانفيني ديال اش ديال اف دو اكس موان هذيك المعادله ديال داك المقارب يعني كدير ناقص اكس موان زا ما تنساوش هاد الاقواس الشباب ياك دونك هي ليميت عندما يؤدي اكس الى بلس لانفيني ديال اف دو اكس اش كتساوي ليا هي اكس كاري بلس 3 سور اكس بلس 1 موان x موان زا ياك باش نشر داكشي ونعمل او نوحد المقام مقام واحد اللي هو x بلس 1 نضرب في x بلس 1 ونقسم عليها الى ضربت فوق ضربت في x موان زا في x بلس 1 تا يعطيني اللي هي x كاري موان زا مفهوم يعني المرافق دونك اش تعطيني او بالاحرى ليميت في بلس لانفيني ديال اش مقام واحد اللي هو x بلس 1 غتبقى ليا اكس كاري موان اكس كاري غتختزل ليا غتبقى 3 موان موان سي بلس يعني 3 بلس 1 يعني سي 4 مفهوم دونك ملي عطاتني 4 يعني لانفيني نمشي نحدد نحسب هادي في لانفيني تعطيني هي 4 سوغ لانفيني ياك الشباب و 4 سوغ لانفيني سي 0 مفهوم ديريكتومون لان ليميت في بلس لانفيني ديال اكس بلس 1 كتعطيني اللي هي 0 بلس او بالاحرى بلس لانفيني سمحوا لي الشباب بلس لانفيني ياك او 4 على لانفيني اللي هي 0 مفهوم دونك ملي كيعطيني 0 يعني راه مقارب مائل دونك المستقيم ذو المعادله y كتساوي اكس موان 1 راه مقارب مائل ل سيد اف بجوار بلس لانفيني مفهوم الشباب دونك هاد الاسئله كيعطيهم بحال كيعطيهم فابور وصافي يعني الا ما جاوبتيش عليهم راه بحال ضيعتي راسك هاد الامور الشباب راه ساهلين ماشي شي حاجه دونك ها دابا دخلنا للمتتاليات نعتبر او ان ماين متتاليه معرفه بما يلي مثل الحدود U1 اي 0 U1 اي 2 باستعمال المنحنى سيد اف والمستقيم y يساوي x موان 1 دونك 3 عندي مهما يكن ان ينتمي الى ان U0 كيساوي ليا 1 و UN بلس 1 كتساوي ليا اللي هي اف دو يو ان مفهوم عندي اف دو اكس كتساوي ليا اللي هي اكس مربع زائد 3 سور اكس بلس 1 مفهوم هادشي شنو كي امبليك ليا ان يو ان بلس 1 اش غادي يساوي ليا اللي هي اف دو يو ان يعني يو ان نجي نعوضها هنا في اكس عطيني اللي هي يو ان مربع بلس 3 سور يو ان بلس 1 مفهوم يعني نمشي دابا نحدد يو 0 يو 1 و يو 2 و يو 3 المهم عندي يو 0 اش كتساوي ليا كتساوي ليا لو 1 كتساوي ليا 1 ياك
وعندي انطلاقا من U n plus n يمكن لي نحدد U a، ياك U a يعني نعوض n بزيرو، إلا عوضت n بزيرو غيعطيني هي U a ديريكتومون، داكشي اللي بغيت هي U زيرو. U زيرو عندي لي هي a، و U زيرو هي عندي، معليناش. U زيرو او كاري بلوس 3 سور U زيرو بلوس 1، U زيرو اللي هي واحد، واحد مربع اللي هي واحد، زائد 3 اللي هي 4، سيغ واحد زائد واحد اللي هي دو، فهم تعطيني اللي هي ديريكتومون دو. دونك يو ان هادشي اللي كتساوي ليا يو تروا او يو دو. يو دو كتساوي ليا اللي هي يو ان بلوس ان، يعني نعوض ان بلو ان، فهم عوض ان بلو ان يعني نعوض ان في مبنى لي ان نعوضها بلو ان، فهم اللي هي يو ان او كاري زائد تروا سيغ يو ان بلوس 1. ستعطيني U 1 عندي أنا من قبل اللي هي حسبتها كتساوي 2 اللي هي 2 أو كاري بلوس 3 سور 2 بلوس 1. 2 أو كاري سي 4 بلوس 3 سي 7 سور 3، مفهوم؟ يعني 7 سور 3 سور 3 يعني اللي هي U 2، مفهوم الشباب؟ اي 3 اش كتساوي ليا؟ اللي هي نعوض ب ان بلو 2 باش تعطيني 3، يعني 2 بلس 1 سي 3، مفهوم؟ يعني عوض ان ب 2 نعوض فيما بان ليا ان نعوضها ب 2، يعني هي او 2 او كاري بلس 3 سور او 2 بلس 1. او 2 هي حسبتها هي 7 سور 3 او كاري بلس 3 سور او 2. او 2 عندي اللي هي 7 كيفما شفنا، اللي هي 7 سور 3 بلوس 1، فهم هادي او كاري اللي هي 49 سور 9 بلوس 3، بلوس 3 نوحد المقام اللي هو 9 او بالاحرى 27 سور 9 بلوس، دونك هنا 7 بلوس 3 سور 3، فهم اللي هي اكزاكتومون 10. معيناش نحسبوها بشوية علينا، 9 49 زائد 27 اللي هي اللي حسبتها ستة وسبعين سور 10 سور 3، أ سور بي سور سي سور دي يعني المقلوب ديال التاني، الأول في المقلوب ديال التاني اللي هي 76 سور 9 مضروبة في 3 سور 10، مفهوم؟ تعطيني ديريكتومون اللي هي أتختاز ليا 3 مع 3 تبقى هي 3 في التحت، يعني 76 سور 3 في 10 يعني 30. دونك هادي يمكن لي نختارلها، إلا قسمتها على جوج هتعطيني التحت هي 15 والفوق 70، إلا قسمتها على جوج سي 35 بلوس 3 سي 38، فهم؟ دونك هادي هي يو 3، مفهوم الشباب؟ دابا نحسبو او نرسمو هاد الحدود هادو. دونك ناخدو المعلم اللي هو هذا، مفهوم؟ كيف ما شنا السيد اف انها معرفه ليا من موان زان لي بلوس لانفيني، يعني هنا غيكون واحد، هنا غير معرفه في موان زان، مفهوم؟ يعني غيكون واحد مقارب بحال هكا. ما عليناش، خدينا لو ان هنا، خدينا لو ان في محور الاراتيب هو هذا، او دو هو هذا. دونك كيف ما شفنا كان واحد واحد مماس افقي في النقطه ذات الافصول واحد لو ارتوب دو، دونك هنا كان واحد المماس افقي كيف ما شفنا بان اف ما بين موان زان حتى لو ان كتكون تناقصيه، ومن بعد ان بلس انفيني كتكون تزايديه، وهنا كان واحد المماس افقي يعني كان على هذا الشكل، هذا الشكل التقريبي، مفهوم؟ وكنعرف بان واحد كاين واحد المقارب مائل، المعادلة ديالو كتساوي إكغي كتساوي إكس موان زان، ياك؟ دونك رسم هاد المقارب مائل، يعني هذا على شكل دالة تألفية، يمكن نعوض النقطة إكس بالنقطة ونحدد إكغي، يعني ما عندي حتى شي إشكال، إلا عوضت بلو بزيرو إكس كيساوي ليا زيرو، دونك هذا هو إكس وهذا هو إكغي أو إف دو إكس، ماشي مشكل.
هو اكس بلو ان عطيني موانزا لو ان في محور الافاصيل، ها هي موانزا في محور الاراتيب، دونك غيبدا ليا بهاد النقطة هادي. الى عوضت عاوتاني بلو ان في النقطة ان غيعطيني ايكغيك كيساوي ليا زيرو، مفهوم؟ ان موانزا سي زيرو، يعني غيكون مستقيم على هاد الشكل هذا. ممكن دابا هذا غير تمثيل تقريب وصافي، كيف ما كنشوفوا بان كيف ما عرفنا بان اف راه تزايديه من بعد ان بلس انفيني، وكاين واحد المقارب يعني، وكتعطيني زيرو بلس يعني فوق هذاك المقارب، يعني غتكون على هذا الشكل هذا. هذا مثال، هذا تمثيل تقريبي وصافي الشكل ياك. دونك هذه هي السيد اف، وهذا هو المستقيم نسميه دلتا اللي هو هذا، مفهوم؟ دونك الحدود كيف ما شفنا ان اي زيرو كتساوي ليا ا، وكيف ما كنعرفوا بان، اسمحوا لي شوف دابا عندي اف 2 يو ان كتساوي ليا يو ان بلس 1، يعني الا عوضت ب يو 0 اف 2 يو 0 تعطيني يو 1، فهم؟ يعني الصورة ديال يو 0 تعطيني يو 1، يو 0 واش كتساوي ليا 1، ها هي 1. دابا هادي هي يو 0، اف 2 يو 0 تعطيني يو 1، و يو 1 اش كتساوي ليا اللي هي 2، يعني في هاد النقطة هادي كاينة يو 2، مفهوم؟ يعني كاين علاقة ما بين يو زيرو يو ان، مفهوم الشباب؟ يو ان اش كتساوي ليا اللي هي يو دو اف دو يو ان، هاي شوفها اف دو يو زيرو كيعطيني يو ان، اف دو يو ان كيعطيني يو دو، اف دو يو دو كيعطيني يو تروا، ياك؟ يعني نبقى نرسم هاد الحدود هادو، او يو 1 يو 2 يو 3 غيترسموا لي على محور الافاصيل، والصور ديالهم هما محور الاراتيب، والنقطه فاش كيتلاقاو اللي هو الرسم ديالهم، فاهم؟ دونك يو 0 قلنا اللي هي كتساوي واحد، ديجا حسبناها كتساوي 1، يو 2 كتساوي 2، او يو 1 كتساوي ليا 2، يو 0 كتساوي ليا 1، يو 2 كتساوي ليا 7 سور 3، يو 3 كتساوي ليا اللي هي شفنا هي 38 سور 15. المهم هادو تقريبيا وصافي، دابا خصنا نفهمو غير البرانسيب وصافي. اف دو ان اف دو يو ان كيف ما شفنا يو ان كتساوي دو، يعني يمشي لبوان دو، هادي هي يو ان ياك، اف دو يو ان كتعطيني يو دو، و يو دو كتساوي لي 7 سور 3، مفهوم؟ و هاد 7 سور 3 واش غتعطيني تقريبا 2,33، و 38 مقسومة على 15 تعطيني تقريبا اللي هي 2,53، مفهوم؟ يعني فايتها بواحد الدوغري اللي بسيط، هادشي كيبين لي على المحور كيفاش داير. دونك كيف ما قلنا U1 تعطيني اللي هي 2، اف 2 يو 1 تعطيني اللي هي يو 2، و يو 2 كتساوي 2 فيغول يو 2 كتساوي 2,33. نمشي نحدد 2,33 يعني تقريبا اللي هو هاد الشكل هذا، يعني غيتلاقاو ليا في هاد النقطة هادي، مفهوم؟ يعني راه على المحور سيد اف، على سيد اف الشباب ياك. دونك ها هي النقطة ذات إحداثيات يو 1 يو 2، مفهوم؟ هذه هي يو 0 يو 1، مفهوم؟ اسمحوا لي، او هذه النقطه هذه، هذه النقطه هذه هي يو 0 يو 1، هذه النقطه هذه اللي هي يو 1 يو 2، مفهوم؟ من بعد نمشي نحسب يو 2، يو 2 شحال كتساوي ليا اللي هي 2,33، نمشي نحددها هنايا، هذه هي يو 2 اللي كتساوي ليا 2,33، غنمشي نحسب اف ديالها، الصورة ديالها اف دو يو دو كتعطيني ليا يو 3، و يو 3 كتساوي ليا 2,53، 2,53 ليا تقريبا اللي هي هادي، ما عليناش. دونك الى حسبنا يو دو هنا غتكون هادي الصورة ديالها. دونك هاد النقطة هادي اللي هي يو دو اي 3، مفهوم؟ دونك الى بغينا نرسموها على محور على هاد الشكل هذا، حيتاش اصلا كتكون كونستونت ما بين حد وحد، كتكون ان كونستونت، مفهوم؟ يعني على هاد الشكل. دابا هادو هما الحدود، هذا هو الرسم ديال الحدود، كنرسموهم على السيد اف، مفهوم الشباب؟
ندوزو دابا للسؤال اللي من بعد، اللي هو بين ان يو ان محصورة ما بين ا او 3 مهما يكن. المهم هذا السؤال الرابع ياك، مهما يكن ان ينتمي الى ان، ياك الشباب. دونك في هذه الحالات هذه ملي كيعطونا بحال هذا الشكل هذا، كنحاول انني بلا ما نحاول نتفلسف بزاف، غنمشي ديريكت ندير نستعمل الترجع. يعني كيف ما كنعرفوا لي زيتاب ديال الترجع، هو انني نشوف الحد الاول. الحد الاول عندي انا هو زيرو، يعني ديجا حسبت يو زيرو اللي كتساوي واحد. دونك من اجل ان يساوي زيرو، ان الحد الاول الا كان عندي في المتتاليه زيرو، راه كان دير زيرو، كان ا كان دير ا، كان تروا كان دير تروا، على حسب الحد ديال كل متتاليه، يعني ماشي بالضروره، مفهوم؟ يعني من اجل الحد الاول اللي هو ان كيساوي زيرو، يو زيرو اش كتساوي ليا؟ كتساوي ليا واحد، ياك. دونك وهذا يو زيرو راه محصور ما بين ثلاثة، واحد راه صغير من ثلاثة، وأكبر أو يساوي واحد، حيتاش كيحقق لي المتساوي، يعني كيساوي لي واحد، مفهوم؟ دونك المتفاوتة صحيحة، دونك صحيحة، العبارة صحيحة، مفهوم؟ ليطاب الثانية أشنو كندير؟ كنفترض هذه اللي غادي نبين. دونك نفترض أن يو أن محصورة ما بين واحد وثلاثة، ولنبين يعني من اجل ان بلس 1، يعني نبينو ديك يو ان بلس 1 واش كتحقق لي انها اونتخ واحد اي ثلاثة، مفهوم؟ مهما يكون ان ينتمي الى ان، ياك. كنبدا ب يو ان، يعني كنبدا بهذا الافتراض. لدينا عندي يو ان محصورة لي ما بين واحد وثلاثة، بحال كذا بادي كنعتبرها صحيحة، انا كنفترضها بانها صحيحة، مفهوم؟ وكنمشي نبين يو ان بلس 1، ياك. دونك كيف ما قلنا خصني نخرج من هذه يو ان، نخرج يو ان بلس 1، وكنعرف ان اف دو يو ان راه كيساوي ليا يو ان بلس 1 ديريكت ديريكت. الشباب ياك، هادشي باش قلت لكم انا دعم هاد التمارين اللي كيكونوا على هاد الشكل ديال الفونكسيون علاقتها بمتتاليه كتكون سهله، بحال هاد الديمونستراسيون كيكونوا واضحين. دونك وحنا خدامين الشباب هنا في المجال واحد ثلاثة، ياك. دونك مهما يكون إكس ينتمي إلى واحد ثلاثة، دونك عندي داخلين واحد ثلاثة، إف دو إكس عندي راها كيف ما شفنا راها تزايدية قطعا، يعني التزايدية، مفهوم؟ دونك إف دو إكس راها تزايدية، يعني مني غادي نمشي ندخل يعني في هاد المتفاوتة هذه، يكفي أني ندخل إف على الأطراف كاملين بلا ما نغير هاد الرموز هادو، مفهوم؟ دونك اذا يو ان محصوره ليا ما بين واحد وثلاثة يستلزم ندخل اف على كل شيء، ندخلها على واحد وندخلها على يو ان وندخلها على تروا، مفهوم؟ يعني حيتاش تزايديه، كون كانت تناقصيه غادي نقلبها للمتفاوتات، مفهوم؟ دونك هذه تستلزم ليا نحسب اف دو واحد، اف دو واحد الشباب ديجا حسبناها، ياك. دونك ماشي مشكل، عندي نعاود نحسبوها، دونك كتساوي اكس كاري بلس 3 سيغ اكس بلس 1، نعوض بلو 1 سي 2 ديريكتومون 2، مفهوم؟ دي هي دونك ما عليناش، كتساوي ليا 2، و اف دو يو ان هتبقى هي اف دو يو ان، هي كتساوي ليا هي يو ان غير ما كتبتهاش، و اف دو 3 نحسبها 3 او كاري سي 9، 9 زائد 3 سي 12 سوغ 3 بلس 1 سي 4، مفهوم؟ دونك هي 12 سوز إيديكا 3، مفهوم؟ وعندي 2 راه أكبر ليا أو يساوي من واحد، مفهوم؟ يعني كتحقق ليا أنا أكبر من واحد، دونك هادشي يستلزم أن نحدد داكشي اللي بغيت أنا، يعني خصني نبين هادي اللي خصني نبين، يعني نكتبها هي جوج راه كتكبر راه كتحقق ليا أنها أكبر من واحد، دونك أكبر من إف دو يو إن، و إف دو يو إن كيف ما قلنا اللي هي يو إن بلس 1 انفيريور اف دو 3 اللي هي 3 دونك 3، مفهوم؟ دونك هاني توصلت لهاد المتفاوته هذه اللي هي اللي بغينا حنا هنا، مفهوم؟ دونك هو منه حسب الاستدلال بالترجع او حسب البرهان بالترجع، اش كيقول لي ان الافتراض راه صحيح. دونك فان يو ان محصوره ما بين واحد وثلاثة مهما يكن ان
ينتمي الى ان، ياك. عشان دابا هذا هو الترجع، هذا هو باش كيسهل عليا هذا الشيء. علاش دابا الترجع كيسهل عليا البرهان في بالخاص في المتتاليات، مفهوم الشباب؟ دونك ندوزو دابا السؤال اللي من بعد، اللي هو دراسة الرتابة، رتابة يو ان، مفهوم؟ دونك رتابة يو ان كنمشي نحسب يو ان بلس ان موا يو ان، ياك، وكنمشي نحسب. ولكن عندي في التمرين هذا عندي ان يو ان بلس ان عندها علاقة مع اف، يعني اف دو يو ان كتساوي ليا يو ان بلس ان، وعندي الرتابة ديال اف، ياك، يعني الرتابة ديال اف عندها تكون متعلقة ليا بيو ان، مفهوم الشباب؟ يعني غادي نحاول انني نستعمل هاد الفونكسيون اف باش نحاول نبين، باش نحاول نحسب الرتابة، يعني هاد يو ان بلس ان موا يو ان يا اما غتكون اكبر من الزيرو او اصغر من الزيرو، ياك، ناخذ بانها اصغر من الزيرو ولا اكبر من الزيرو، ما عندي فيها شي مشكل، ونحاول نبين بدلالة اف انها يا اما تزايدية يا اما تناقصية باستعمال الترجع، مفهوم؟ دونك لنبين ان نحاول نستعمل هذه الكونديسيون، مو يو ان راها اكبر من الزيرو، اي اللي او يكفي تبين ان يو ان بلس ا اكبر من يو ان، ياك يا شباب. دونك الا مشيت مع هذا البرهان هذا ولقيته صحيح، دونك راها يو ان راها تزايدية، لقيته خاطئ دونك راه يو ان راها تناقصية، مفهوم؟ دونك نبينو بالترجح، حيت الترجح هو اللي كيبان ليا ساهل بسيط. دونك نفترض، المهم لنبين هذه هاد لا بارتي هذه، ياك الشباب. الترجح شكون كيقول ليا؟ يعني نبدا من اجل ان يساوي الحد الاول، شنو هو الحد الاول؟ من اجل ان يساوي زيرو، ياك. راه يمكن ندير يو ان بلس ان موان يو ان، مش نحسب غير انا بغيت من شويه نشوفوا هذا الظن هذا كيفاش داير. من اجل ان كيساوي زيرو نمشي نعوض ان بزيرو، دونك يو ان اش غادي تساوي لي؟ حيتاش كيف ما حسبنا من قبل ان يو ان كتساوي ليا دو، ياك، واش اكبر من يو زيرو؟ يو زيرو عندي كتساوي ليا واحد، دونك دو اكبر من واحد، دونك سي فغي، دونك العبارة صحيحة، مفهوم؟ ها الاولاد وزناها مزيان. دونك لنبين او نفترض ان يو ان بلس ان اكبر من يو ان، ولنبين اشنو غنبينو. دونك هادي دابا اللي خدينا حنا باش نبينو هاي. دونك كنفترضوها نفسها، وكنبينو من اجل ان بلس ان، يعني فيما بانت ليا ان نزيد ليها واحد، مفهوم؟ دونك هادي اللي من غتولي يو ان بلس ان اصغر ان بلس ان بلس ان، سي ان يو ان بلس دو، مفهوم؟ ولنبين هذه، ياك. دونك افترضنا هذه، دونك ناخدوها، لدينا يو ان بلس ان اكبر من يو ان، ياك. الا دخلت اف، حيتاش عندي هذيك الداله اف راها تزايديه، مفهوم؟ وما عندي فيها حتى شي مشكل، وعندي يو ان راه محصوره ليا ما بين، كيف ما شفنا من قبل، يو ان فينا هي؟ دونك عندي يو ان محصوره ما بين واحد وثلاثه، ياك الشباب. هاد لا كونديسيون راه مهمه، يعني عندي راه ما عنديش فيها حتى شي مشكل، يعني بوزيتيف. دونك يو ان بلس ان اكبر من يو ان، دونك ندخل اف، هادشي كيستلزم ليا. دونك الشباب خصني نبدا من اليسر، ياك، اليسر اليمن غير دابا كن. دونك لدينا اذا اف دو يو ان بلس ان اكبر، كتبقى المتفاوته هي ندخل اف اف على يو ان، اش تعطيني؟ اللي هي يو ان بلس ان، ياك الشباب. و اف دو يو ان بلس ان اش غادي تعطيني؟ اللي هي ديريكتومون اف دو يو ان بلس ان، اللي هي ديريكتومون اف دو يو ان او يو ان بلس دو، حيت ديما كنزيد واحد الحد، مفهوم؟ اف دو يو ان كتعطيني يو ان بلس ان، اي اف دو يو ان كتعطيني يو ان بلس ان، زدت واحد هنا غنزيد واحد هنا، مفهوم؟ دونك اللي هي ديريكتومون انها اكبر من يو ان بلس ان، ومنه المطلوب. دونك يو ان بلس 2 راه اكبر من يو ان بلس 1، ياك، هو هذه هي اللي بغيت نبين، ياك يا شباب. دونك ومنه الافتراض، او داكشي اللي افترضت راه صحيح، دونك هادشي اللي افترضت هو صحيح. دونك حسب البرهان بالترجع، حسب البرهان بالترجع فان الافتراض صحيح، فان
داكشي اللي بغينا نبينو راه صحيح. دونك يو ان بلس ان راه اكبر او يساوي يو ان، ومنه يو ان بلس ان نقص الجهة الاخرى يو ان اكبر من الزيرو. وهادشي شنو كيعني ليا؟ ان يو ان راه تزايدية، مفهوم؟ دونك يو ان راه تزايدية على المهم تزايدها صافي، مفهوم الشباب؟ دونك احنا دابا دوزنا هذا التمرين على السؤال هذا، ندوزو السؤال الموالي اللي هو دراسة أو المهم ندوزو السؤال من بعد. ولكن قبل ما ندوزو السؤال من بعد، عندي أو أن راها تزايدية ياك، وعندي أنها محدودة يعني مكبورة ومصغورة، مفهوم؟ تزايدية ومكبورة، دونك أو أن راها متقاربة، مفهوم؟ دونك هاد لي كونديسيون ديال التقارب راهم متوفرين ليا، عندي اف راها متصلة ياك، و اف ديال داك المجال الى خدينا المجال واحد تروا، حيتاش يو ان محصور ليا ما بين واحد و تروا، عندي اف دو او بالاحرى واحد تروا، هادي راه مطلبوش فيها في اكزرسيس ولكن غادي نحاول بينوها اونكلي او نحسبوها كيف ما حسبنا، عطاتني اللي هي دو تروا، مفهوم؟ كتساوي دو تروا، وهاد دو تروا راه اونكلي دون ان تروا ياك، يعني كيف ما يعني حققنا داك الشرط ديال اف دو اي اونكلي دون اي، نفس المجال يعني اف دو ان تروا كيساوي دو تروا، وهاد دو تروا راه ضمن واحد ثلاثة ياك الشباب، دونك اف متصلة، وهاد الصورة ديال المجال ضمن المجال، و يو ان متقاربة، فإن يو ان تقبل نهاية، والنهاية ديالها هي حل المعادلة اف دو اكس كتساوي ليا اكس ياك. دابا يمكن لي باش نحدد دابا النهاية ديال يو ان ديريكتومون، واخا دابا حيتاش دابا عندي يو ان محصورة ما بين واحد وثلاثة، صعيب نعرف الليميت، مفهوم؟ باش نمشي نحسب الليميت راه صراحة صعيبة، ولكن بهاد لا كونديسيون ديال الفونكسيون يعني كسهل عليا نحسب الليميت، غنحسبوها في الاخر غنشوفوا كيفاش كتساوي لنا. المهم ندوزو دابا السؤال اللي من بعد، السؤال الموالي كيقول لي بين ان 3 موان بون موان يو ان بلس 1 راه انفيريور ا 3 سور 4 يو او 3 موان يو ان، عامل لي 3 موان يو ان ياك. باش نبينو هاد يا الشباب، مهما يكون ان ينتمي الى ان، باش نبينو هاد التمرين او هاد المتفاوته هادي، مش نحسب 3 ناقص موان يو ان، نحسبها ونشوف واش غادي تعطيني. دونك غتعطيني هي 3 موان يو ان بلس 1 اللي هي اف دو يو ان، يعني كتساوي يو ان مربع بلس 3 سيغ يو ان بلس 1 ياك. نوحد المقام اللي هو يو ان بلس 1 3 يو ان بلس 3 موان يو ان او كاري بلس 3 ياك، او موان 3 اسمحوا لي حيت موان غادي تنشر ليها، تعطيني هي 3 يو ان موان يو ان مربع بلس 3 موان 3 غادي تختزل ليا سيغ يو ان بلس 1 ياك. الى عملت ب يو ان اش تعطيني؟ يو ان عامل لي اش لي 3 ناقص يو ان ياك الشباب، دونك سيغ يو ان بلس 1، مفهوم؟ مفهوم الشباب؟ دونك هاد 3 موان يو ان راه كنشوفها هنايا، هي اللي بغيت نبين بعلاقتها ب يو ان سوغ يو ان بلس 1، وعندي 3 موان يو ان هي اللي كاينه في هاد لابارتي هادي، مفهوم؟ ماشي تساوي اصغر، دونك بدا الشيء كيتوضح ليا. دونك عندي المشكل غير في هاد يو ان سوغ يو ان بلس 1 ياك، غنحاول انني نوضحها شي شويه، غنوضع يو ان سوغ يو ان بلس 1 كيساوي ليا بون، نوضع على الشكل القانوني، نشوف الشكل القانوني هو ندير يو ان هذا اللي في المقام نحاول نبينه الفوق، نزيد واحد وننقص واحد ياك، بحال ما درت والو سيغ يو ان بلس ان ياك. هاد لابارتي هادي راه كاينه تحت كتعاود ليا، يعني نفرقها، يعني هي يو ان بلس ان سيغ يو ان بلس ان موان ان سيغ داك الحجم، هادي على هادي تعطيني ليا واحد ناقص واحد على يو ان بلس 1 ياك الشباب. دونك تلقى من هاد العجب هذا غنحاول نأطر هاد الشيء،
دونك كيف ما كنعرفوا بان راه يو ان محصوره ليا ما بين واحد وتروى، مهما يكون ان ينتمي الى ان، ياك غنحاول نستعمل هاد لا كونديسيون هادي باش نحاول نأطر هادشي اللي كاين، ياك حيت كيف ما قلنا غادي نشوف غير هاد المجال هاد يو ان سوغ ان بلس ان هي اللي عندي فيها المشكل، اما 3 موا يو ان راه محتاج ليها، راه بغيتها، وهاد 3 موا يو ان بلس ان راه هي اللي كتساوي لي هاد العجب هذا، يعني غنحاول نأطر غير هاد يو ان سوغ ان بلس ان اللي كتساوي لي هاد العجب هذا ونحاول نأطرها. دونك عندي يو ان، دونك انا نبدا بيو ان انها انفيريور ا 3، دونك لدينا يو ان انفيريور ا 3، ياك شنو كيعني ليا بان الا زدت ليها واحد يو ان بلس ان نزيد ليها واحد للطرف الاخر لي انفيريور 4، هادشي بدا كيبان ليا انها قريبه هادشي. دونك الا قلبتها درت المقلوب ديالها يو ان بلس ان غتولي سوبيريور ا 1/4، ياك الشباب. دونك الا درت ليها الناقص ضربتها في اشاره سالبه تعطيني اللي هي غتقلب لي عاود المتفاوتة، تولي أصغر من ناقص 1/4، ياك اللي غادي نزيد ليه هذاك لو أن، مفهوم؟ هاد لو أن هذا غادي نزيدو. دونك نحاول نختصر، نزيد لو أن موا أن سور يو أن بلس أن راه أنفيريو شنو؟ أ أن، دونك هاهي 1 ناقص 1/4، زدت للطرفين زدت ليهم 1، هادي شتعطيني؟ نوحد المقام اللي هو 4 موان 1 سي 3، دونك هي 3 سيغ 4 اللي هي دي غايكتومون هذيك اللي بغيت، ياك الشباب. دونك هاني دابا قربت وهادي شنو هي كتساوي ليا، هادي كيف ما شفنا راه هي يو ان سيغ يو ان بلس ان، ياك. دونك ومنه ان يو ان سيغ يو ان بلس ان راه انفيريور ا 3 سيغ 4، ياك الشباب. دونك هادي يو ان سيغ يو ان بلس ان راه مضروبة ليا في 3 موا يو ان، دونك يكفي ان نرجع للاصل 3 موا يو ان بلس ان، دونك 3 موا يو ان بلس ان اش كتساوي ليا اللي هي هاد يو ان سيغ يو ان بلس ان ها هي مضروبة في هاد العجب هذا، ياك الشباب. وهاد يو ان سيغ يو ان بلس ان عندي انفيريور ا 3 سيغ 4، ياك الشباب. دونك ديريكتومون يعني غتولي هي انفيريور أتلاتة سيغ 4 مضروبة في هاد اللعيبة هادي اللي بقيا ليا، مضروبة في 3 موان يو ان، مفهوم؟ ومن هو المطلوب. دونك صافي راه توصلنا لداكشي اللي بغينا، مفهوم الشباب؟ ها هو داكشي اللي بغينا توصلنا ليه، مهما يكون ان ينتمي الى ان، مفهوم؟ دونك نتمنى ان هاد لابارتي تكون واضحة. ندوزو دابا السؤال اللي من بعد اللي كيقول لي استنتاج ان 3 ناقص يو ان راه انفيريور ا 3 سيغ 4 على بيسونس ان مضروبه في 1/2، مفهوم؟ او 2 فوا داك العجب، مفهوم الشباب؟ دونك انطلاقا من الاستنتاج، شنو كنعني بالاستنتاج؟ ديما ملي كتشوف الاستنتاج الشباب يعني عنده علاقه بالسؤال اللي من قبل. دونك السؤال اللي من قبل شنو هو؟ بينا هادي ياك ان 3 موا يو ان بلس 1 انفيريور او ايكال ا 3 سيغ 4 عامل 3 ناقص يو ان، مفهوم؟ دونك 3 موا يو ان باش نجبدها غنبدا انطلاقا من هاد العجب هذا، يعني عندي 3 ناقص يو ان يعني عندي واحد الحد زايد، يعني المهم نشوفو. دونك الى عوضت في هادي اللي من قبل، لدينا دونك لدينا ان 3 ناقص يو ان بلس 1 انفيريور ا 3 سيغ 4 عامل لي 3 ناقص يو ان، ياك الشباب. دونك في حالة الا كان ان كيساوي ليا 0 الحد الاول غتولي ليا المتفاوتة كتساوي ليا 3، نعوض ان ب 0 اللي هي موان 0 بلس 1 سي 1، 3 ناقص يو 1 انفيريور ا 3/4 سيغ 3 ناقص يو زيرو، ياك الشباب. ان اذا كان كيساوي ليا 1 هي 3 ناقص ان نعوضها بواحد اللي هي يو 2، دونك ناقص يو 2
انفيريور ثلاثة سوغ ربعة عامل لثلاثة ناقص U واحد، يعني هي نعوض ان بالحد. فين كاين انا؟ في حالة ان كيساوي ليا دو، هتولي هي ثلاثة ناقص ثلاثة زائد واحد اللي هي دو زائد واحد هي تروا، انفيريور ايكال ا تخوا سوغ كات عامل لثلاثة ناقص U دو، عوضت ب ان بدو، مفهوم؟ في حالة ان كيساوي تروا، هي ثلاثة عامل أ أو ثلاثة ناقص تروا زائد واحد سي كات، انفيريور ايكال أ تخوا سيغ كات عامل لثلاثة ناقص أو تروا. ياك شباب، إلا مشيت على هاد الحساب ما غنوقف تو دونك غادي يمشي حتى دونك آخر حد نوضعه هو بون، نوضع آخر حد اللي هو ان، مفهوم؟ إذا كان ان يعني أو ان موانزة، حتى الان موانزة، مفهوم؟ نعوض، هي ثلاثة ناقص ان موانزة بلس ان سي ان، يعني هي يو ان انفيريور اشنو اللي هي تخوا سيغ كاتر عامل لثلاثة ناقص يو ان موانز ان، نحطها بلاصت ان، مفهوم الشباب؟ اللي قبل من ان موانز ان شنو هي؟ ان موان دو، الى عوضت فيها تعطيني هي ثلاثة ناقص ان موان دو بلس ان سي ان موانز ان، انفيرو ايكال ا تخوا سيغ كات عامل لي تروا ناقص، عوض ان موان دو، هاهي ان موان دو. فهادي دابا خدام انا غير على هادي بوحدها، مفهوم؟ خدام غير على هادي، كنعوض اللي قبل منها شنو هي؟ ان موان تروا، ياك اللي هي تبقى نفسها هي تروا موان. انا دابا باش كنرجع غير باش نحاول نبين لكم واحد الايطاب، دابا غادي نوصلوا ليها غير بغيت نوريكم، دابا كنسبق الاحداث ماشي مشكل. هي ثلاثة ناقص نعوض ان موان تروا، ان موان تروا، ان موان تروا زائد واحد سي ان موان دو، يعني يو ان موان دو انفيريور ا 3 سور 4 عامل لاش لي 3 ناقص لاش لو يو ان، ان عندي كتساوي ان موان زا، يعني غادي نعوض بها هي يو ان موان موان 3، مفهوم؟ وغدا وكترجع، غدا وكترجع، وغدا وكترجع، هيك الشهاده، مفهوم؟ انا شنو بغيت؟ قالوا يا سيدي بين بان 3 ناقص يو ان انفيريور من هذا العجب هذا، دونك 3 ناقص يو ان ها هي واقف فيها انا هنا، ياك هي غنبدا بها، مفهوم؟ دونك غادي نحط هادي، دونك هي ثلاثة ناقص يو ان، عندي أصغر أو تساوي من ثلاثة على أربعة مضروبة في ثلاثة ناقص يو ان موان زان، ياك هيا نحطها، هي ثلاثة ناقص أربعة مضروبة في ثلاثة ناقص يو ان موان زان، وهاد ثلاثة ناقص يو ان موان زان ها هي كاينة في الحد اللي قبل منها اللي هي ثلاثة ناقص يو ان موان زا، عندي تا هي راه انفيريور على ثلاثة سيغ ربعة مضروبة في ثلاثة موا يو ان موان زا، يعني يكفي أني نعوض هادي، نعوضها بهادي، ياك عندي ثلاثة على ربعة مضروبة في ثلاثة ناقص يو ان، غتولي ثلاثة على ربعة مضروبة في هاد العجب اللي قبل منها، ياك هادي راه عندي انفيريور منها، يعني يكفي أنا نضرب فيها، دونك غتولي هي مضروبة في ثلاثة على ربعة مضروبة في 3 ناقص يو ان موان 2، ها هي وهاد 3 موا يو ان موان 2 كاينه في الحد اللي قبل منها اللي هو هذا، ها هي 3 ناقص يو ان موان 2، وهاد 3 موا يو ان موان 2 راه انفيريور حتى هي من 3 على 4 فوا 3 موا يو ان موان 3، يعني غادي نزيد عاوتاني نضرب في 3 على 4 فوا 3 ناقص يو ان موان 3، وهاد 3 موا يو ان موان 3 حتى هي غادي تكون انفيريور على 3 على 4 فوا 3 ناقص يو ان موان 4، ياك غضرب ليا حتى هي في 3 على 4، وهاد الحد كيكون ديما عنده علاقة بالحد اللي قبل منه واصغر من 3 على 4 مضروبة في الحد اللي قبل منه، ياك غادي تمشي 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 حتى لاش 3 حتى لاخر حد اللي هو هذا، وشناهو هذا اللي هي 3 على 4 مضروبة في 3 موا يو ان يو زيرو، مفهوم؟ اللي هو اخر حد، ياك الشباب
شحال من مرة وانا كنعاود وانا كنرجع مفهوم. انا بديت من ان كيساوي ان موانزا ياك الشباب، من ان موانزا ياك. باش نبدا من الحد الاول حتى الاخير كندير الحد الاول ناقص الحد الثاني كنزيد ليه واحد، دونك هي ان كيساوي زيرو زائد ناقص، او بالاحرى الحد الاخير كندير ان موانزا ناقص زيرو زائد واحد مفهوم. هي ناقص واحد ناقص زيرو ليا، ناقص واحد ناقص واحد زائد واحد اللي هي ان، دونك ان مرة يعني هذه كتعاود ليا ان مرة مفهوم. يعني غتولي انفيريور ا 3 سور 4 على بيسونس ان مضروبة في 3 ناقص يو زيرو. وعندي انا يو زيرو، عندي يو زيرو واش كتساوي ليا؟ ديجا حسبنا يو زيرو كتساوي ليا واحد، دونك نجي نكتبها هنايا. دونك عندي يو ان موا 3 موا يو ان انفيريور او ايكال ا 3 سور 4 على بيسونس ان فوا 3 موا يو زيرو اللي هي يو زيرو كيف ما قلنا كتساوي 2 او كتساوي 1، 3 موان زان سي 2 دونك مضروبة في 2 مفهوم. دونك ومن هو المطلوب احنا دابا الشباب بينا ياك. دونك مهما يكون ان ينتمي الى ان فان 3 ناقص يو ان راه انفيريور ا 2 مضروبة في 3 على 4 ا لا بيسونس ان، ومن هو المطلوب مفهوم الشباب. دونك اي اون فوا كيقول لك استنتج ديما حاول استعمل السؤال اللي من قبل. هاد لا كونديسيون راها مهمه بزاف الشباب، وهاد الطريقه ديال البرهان يعني بالمتفاوتات الحد الاول الحد الثاني الحد الثالث، يا اما كدير ضرب المتفاوتات طرف بطرف يعني كضرب الاولى بالثانيه وكضربهم، ولا كدير الجمع، ولا كدير كتعوض وحده بالاخرى. هادو هما لي تخوا كا اللي كاينين فهاد البرهان هذا اللي كيكون راه ديجا كيكونوا دي زيكزيرسيس بحال هاد الشكل هذا كيتعطاو بسي ضروري كتعطوا بحال الاسئله هذو مفهوم الشباب ضروري يا الشباب ياك. دونك كيف ما قلنا يا اما كتضرب متفاوتات يا اما كدير الجمع يا اما كتعوض طرف بطرف، يعني كيف ما شفنا هنايا كنعوض انا هذه عندها علاقه باللي قبل منها والاخرى عندها علاقه باللي قبل منها حتى اخر حد او اول حد مفهوم. دونك الشباب ندوزو السؤال الاخير اللي هو حساب النهايه. وحساب النهايه كيف ما كتعرفوا الشباب يا اما كنستعمل ديك لا كونديسيون ديال الفونكسيون يعني حل المعادله، ولا حنا عندنا هذه عندنا يو ان يعني يمكن عندها علاقه بتروا وعندها بشي عجب يعني يمكن نحسب الليميت انطلاقا من هذا العجب هذا يمكن نحسب الليميت. وعندي ديجا المهم نشوفها بشويه علينا. دونك عندي ان 3 ناقص يو ان راه انفيريور ا 2 فوا 3 سور 4 على بيسونس ان مهما يكون ان ينتمي الى ان ياك. وعندي ان يو ان راها انفيريور او ايكال 3 يعني اونتر 1 و 3 ياك. دونك الى حاولت انني نحاول انني اطر هاد 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 3 موا يو ان مفهوم. دونك نحاول نأطرها يعني الا جاب الله درت دونك ما عيناش انا غير كذا بحال غير كنجرب وصافي يعني راه ضروري راه الماطره ضروري خصك تحرك ستيلو باش تشوف. دونك الا درت موا يو ان شنو غتعطيني في هاد المتفاوته؟ دونك موا يو ان غتقلب لي المتفاوته دونك موا زا غتمشي لابارتي الاخرى هنا غتولي موان 3 ياك. الا زدت 3 الاطراف كاملين غتولي لي هنا زيرو 3 موا يو ان و 3 موان زان سي 2 مفهوم. دونك هاد 3 موا يو ان راه انفيريور ا 2 فوا 3 سور 4 على بيسونس ان ياك الشباب. يعني يمكن لي اني نديرها بانها انفيريور ا 2 فوا هاد 3 سور 4 على بيسونس ان، حيت ضروري خصنا نوضحها يا اما بدلاله ان الى ما كانت. المهم نشوفوا كيفاش. دونك اونتر 0 اي 2 فوا 3 سور 4 على بيسونس ان ياك. دونك ملي كنشوف انها انفيريور اكبر من الزيرو واصغر من واحد العدد دابا ضروري خصني نحاول اني نبين هذه بانها كتمشي تاليا الزيرو ولا نمشي نتحقق. دونك عندي 3 سور 4 اش كتساوي ليا؟ دونك عندي 3 سور 4 راه محصوره ليا ما بين ناقص واحد وواحد كيف ما شفنا بان الليميت ديال ا على بيسونس ان كتساوي ليا 3 ديال النهايات.
في حالة إذا كان أكبر من واحد، إذا كان أكبر من واحد فإن النهاية ديال هاد ديال هاد أ لا بويسونس إن كتساوي ليا بليس لانفيني. إذا كان هاد أ أونتخ ناقص واحد إي واحد فإن النهاية ديال هاد أ لا بويسونس إن كتساوي ليا زيرو، وإذا كان أنفيغيوغ موان زان فإن لا نهاية لها. مفهوم؟ دونك عندي بأن 3 سور 4 محصور ما بين ناقص واحد واحد، دونك فإن الليميت ديال 3 سور 4 على لا بويسونس ان كيساوي ليا ديريكتومون اللي هي زيرو. مفهوم؟ و زيرو اون دروا في 2 سي زيرو، دونك فإن 3 موا يو ان راه محصورة ما بيناش واش ما بين زيرو و زيرو، ولكن سمحوا ليا راه الليميت ياك ما عيناش. دونك الليميت ديال 3 موا يو ان راه انفيريور الليميت ديال هاد العجب هذا ديال زيرو اللي هي زيرو، انفيريور الليميت في بلس لانفيني ديال 2 فوا 3 سور 4 على بويسونس ان. ياك هادي كيف ما شفنا راه كتمشي ليا زيرو، دونك كيعني بان ليميت، دونك ليميت محصور ما بين زيرو وزيرو يعني كيساوي ليا زيرو، يعني ليميت ديال 3 ناقص يو ان راه كيساوي ديريكتومون ليا زيرو. ومنه ليميت بلس انفيني ديال يو ان، دونك مشويه يعني نديروها هي موا يو ان اش غيساوي ليا ندي 3 لا بارتي الاخرى غتولي موان 3، ياك تساوي هي ليميت في بلس لانفيني ديال اش ديال يو ان اش غتساوي ليا، نحيد الموان من الطرفين جاتولي تساوي 3، دونك ومنه النهايه كتساوي ليا 3. مفهوم الشباب؟ دونك وصلنا للنهايه ديال التمرين. صراحه هاد التمرين طويل بزاف، يعني فيه شويه ديرونجمون، ولكن ماشي مشكل، كنختار تمارين شويه صعاب باش نحاول ان الشباب افونسي شويه، يفهموا شي شويه، حيتاش كاين تمارين بسيطه، غادي نحاول ندير تمارين بسيط باش نحاول نفهموا بشويه بشويه. ما عيناش دابا انا خديت بديت بالصعيب الدرس ده، بديت بالصعيب وغادي نحاول غادي وكنبسط شي حاجه ما فهمتوهاش ولا المهم شي بارتي ما بيناش، يمكن لكم تخليوها لي في التعليق باش نحاول نعاود نشرحها ولا نعاود انسيستي غير هذيك لابارتي. مفهوم؟ هاد لا كونديسيون ديال اللي كنبينو هادي نحاولو ناخدوها الشباب، ياك خدوها راه مهمة بزاف كتنفعنا بزاف، وبالاخص الدراري ديال سيونس مات، صحاب سيونس مات هاد لا كونديسيون راه مهمة بزاف. مازال صحاب السونس اكس ماشي مشكل، ولا ليكونومي ما عندوش مشكل في هادشي، كي مونطريو ديريكتومون. وغادي ندير تمارين بخصوص كاع الشعب، غادي ندير عليهم تمارين. دونك الشباب نتمنى ان التمرين هذا يكون واضح، والشباب تهلاو في راسكم والسلام عليكم.